ليك تحرس لي ياخدك في العركة وحليلة انت اللي تلبس فيك لو تعمل راجل مرة واحدة خيا تلبس فيك يا ابن اصغر واحد من قلبي لو سبت العبيد شد يا معلم اه يا صاحبة ديابة وفي غابة مليانة ادغال كلها بتحور بتدور دول ناس اندال بيكون من غيركم انا عايش يا اصحاب شمال هالدور مرازية طب يلا وريكوا الافعال جايين منطقتي تلعبوني عاملين في ابطال طب يلا بينا ندق العركة بتقولي هقوم برجال ده صاحبي هو دراعي عمره ما خدني يوم في حوار واقف بتقولي وبتهبوني هعملكم بدال تيجي نلعب لعبة وتحدي من يطلع كسبان راح اخدكوا في دولة ومزولة وروني الجدعان هدخل منطقتك وكبيركوا هاتوا كمان وانا احط عليكم والواحد يقلبكم نسوان عايز ترازيني وتجيني الف مرحب بيك هفتح لك سكة على سيدي لحد ياض يزيك لو تعمل راجل مرة واحدة خيا تلبس فيك يا ابن اصغر واحد من عندي لو سبت العب فيك ده صاحب ساحب خد بالك يا تحرس ياخدك في العركة وحليلة انت اللي تلبس فيه صاحبك لو خانك مرة اوعى يوم تعمل ليه ما اصل الخاين معروف تمام واخره ايه انا عند حبيبتي بالدنيا مالي عيني يا ناس راح اشيلها في قلبي وعليها اقفل بمت ربال عشان انا عايش بتنفس حب انا واحساس انا خدت نصيبي من الدنيا حبيبتي عندي خلاص صاحبي اللي شيلني في الضيقة ده اللي انا بقى عليه في الفرح زي الحزن يبقى شيلني جواني افدي بروحي وابقى في ظهره ما اسيبه يوم لو عايزين ترازوني وتفرقوا بينا يا خلق ليه دي حماتي مؤذية مش عارف عايزة بينا انا ايه فكرت هتبقى هي امي التانية امي دي طلعت حربايا زي جرها قولي عامل ايه طلبك بالزوفة فاكراني عندي ورسوتين مدفوق يا حاجة ده انا عندي دين فوق الملايين وتقول انا بنتي توزنها بالتعب والمال ده بصوته ياض يهدك بقى اسلام غناه وبصوته قالك الافعال وعمير ده صاحب اللي عشان وادبح العدال والتركي اخويا عالجد ده راجل ابن رجال